خلينا نتنقل الحديث من النجاح الرياضي إلى نجاح اقتصادي. وتقييم وكالة بلومبرج الأمريكية لأداء الجنيه المصري خلال 4 سنين اللي فاتوا من حيث تحسن أو تراجع سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي. من 4 سنوات بلومبرج قالت إن الجنيه المصري تاني أسوأ أداء عملة على مستوى الشرق الأوسط. بعد 4 سنين بالظبط رجع تاني بلومبرج امبارح تحديدا واعلنت تصنيف الجنيه المصري كتاني افضل عمله اداء على مستوى العالم. خلينا نستعرض مع بعض اهم المؤشرات اللي ساهمت في تحسن اداء الجنيه المصري خلال ال4 سنين اللي فاتت. مؤشرات تحسن اداء الجنيه المصري زي ما هنشوف مع حضراتكم على الشاشه: ارتفاع الاحتياطات الدوليه ل 44 مليار و400 مليون دولار سنه 2019 مقارنه ب 20 مليار و100 مليون دولار سنة 2015. النقطة الثانية ارتفاع حصيلة الصادرات ل 29 مليار 200 مليون دولار سنة 2018 مقارنة ب 22 مليار دولار سنة 2015. النقطة الثالثة معانا كمان ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج اللي وصلت ل 25 مليار و500 مليون دولار سنة 2018 قصاد 18 مليار و300 مليون دولار سنة 2015. كمان ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي ل 7 مليار و700 مليون دولار في العام المالي 2017-2018 قصاد 6 مليار و400 مليون دولار سنة 2014-2015، وتراجع عجز الحساب الجاري ل 6 مليار دولار سنة 2017-2018 العام المالي مقارنة ب 12 مليار و100 مليون دولار سنة 2014-2015. كمان رفعت مؤسسة فاتش تصنيف مصر الائتماني من بي وبي بلس سنة ليبيا تقريبا من بي بلس ل 2015 للسنة اللي احنا فيها 2019 اللي وصلنا فيها لبي بلس. رفعت مؤسسة موديز كمان التصنيف الائتماني لمصر من سنة 2015 من بي 3 لبي 2 سنة 2019. كمان مؤسسة ستاندرز اند بورز رفعت التصنيف الائتماني لمصر من بي ماينس او بي نيجاتيف سنة 2015 لبي سنة 2018. مصر كمان احتلت المركز ال 94 سنة 2018 في مؤشر التنافسية العالمية مقارنة بالمركز 116 سنة 2015. تفاصيل كتير عن التقدم الاقتصادي المحرز في خلال السنين اللي فاتت ال4 سنين وتقرير بلومبرج والتصنيفات الائتمانية اللي بترتفع في خلال هذا العام المالي هنتكلم فيها على التليفون دلوقتي مع الأستاذ محمد بدرة الخبير المصرفي. أستاذ محمد أهلا بك على اكسترا نيوز وما وراء الحدث. أهلا وسهلا بيك وشكرا لاستضافتي. شكرا. شرف لينا يا فندم. في البداية عايز أتكلم مع حضرتك على تقارير وكالة بلومبرج. بلومبرج من أكبر المؤسسات الصحفية الاقتصادية المتابعة لأخبار الاقتصاد على مستوى العالم. إزاي قريت هذا التقرير؟ خصوصا إن إحنا بعد 4 سنين من التقرير اللي فات ارتفعنا لتاني أحسن أداء اقتصادي أو عملة. ده يعتبر نجاح لخطة الإصلاح الاقتصادي اللي تمت في خلال ال4 سنين الماضية. يعني زي ما حضرتك كده تفضلت في ارتفاع حصيلة الواردات الصادرات بالإضافة لارتفاع الاحتياطي بالإضافة إلى عامل مؤثر وهو انخفاض البطالة. احنا في سنة 19 يمكن أذكر حضرتك باللي قاله في تقرير بلومبرج إن معدل الزيادة في الناتج القومي وصل إلى 5.5%. ده الحقيقة يمكن أعلى من التوقعات. احنا في سنة 20 احنا متوقعين طبقا للتوقعات الخاصة بصندوق النقد الدولي ان احنا نوصل لمعدل زيادة بيوصل الى 5.8%. مرتفع عن التوقعات حتى. بالاضافة الى ان مستوى التضخم اللي كان وصل في سنة 2017 الى 33% احنا نجحنا في السنة دي في وصول به الى رقم فردي. يعني احنا وصلنا الى رقم بين 8 و9%. ده كله نجاح لسياسة الاصلاح الاقتصادي اللي تمت. اللي كان معدل التضخم نزل حاجة ضخمة جدا، احنا بنتكلم اكتر من 14%. بالضبط يا فندم، بالضبط. ده بالاضافة الى اللي احنا بنقوله ان احنا متوقعين الى مزيد من الانخفاض في معدلات التضخم اللي ممكن تؤدي الى انخفاض في طبعا معدلات يمكن الفايدة في الفترات القادمة.
ده كله نجاح لسياسة الإصلاح الاقتصادي اللي كان جزء منها هو تعويم الجنيه المصري العملة. طبعا احنا تحملنا والشعب كله تحمل الآثار الخاصة بتعويم الجنيه المصري، لكن الآثار الإيجابية زي ما حضرتك كده تفضلت في جميع المؤشرات بتبين صحة هذا القرار اللي هو اتخذ في سنة 2016 و 2017، واحنا منتظرين ان تبدأ آثار اكتر ان شاء الله في نهاية 2019 و 2020. طبعا البلومبرج برضو اما قارن بين مصر وبين الدول الافريقية، احنا اكبر دولة في افريقيا بتتلقى استثمار اجنبي مباشر في سنة 19، وده بيعتبر تطور كبير جدا، وده يمكن اللي بيدعم في سعر الجنيه المصري مقابل العملات الاخرى. عظيم جدا. استاذ محمد بدرة الخبير المصرفي بشكرك حضرتك، شكرا جزيلا، الف شكر ليك.